أعزائنا المشاهدين، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. الكنائس الأردنية تصلي لأجل راحة نفوس ضحايا السيول والفيضانات. بيت ساحور بفلسطين تحتفل بانطلاق أول مهرجان تراثي سوقا وحكاية. كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود ضمن سلسلة كنيستي. أهلا بكم. شكلت كارثة الفيضانات التي وقعت مؤخراً في منطقة البحر الميت بالأردن وأودت بحياة أكثر من 20 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال، فاجعة أليمة وردود فعل حزينة على المستويين المحلي والعالمي. فقد أعرب قداسة البابا فرانسيس في برقية بعث بها إلى المطران ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي في الأردن بعد سماعه بالحادثة عن حزنه العميق وتضامنه القلبي مع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، داعياً في صلواته للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل. وفي السياق ذاته، دعا مجلس كنائس الشرق الأوسط العالم إلى التضامن مع الأردن والصلاة على نية الضحايا، وبخاصة الأطفال الذين قضوا نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقة البحر الميت الأسبوع الماضي. كما أعرب رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن بالغ حزنه حيال حادثة سيول زرقاء ماعين المروعة، وقال غبطته في بيانه: لقد صدمنا من هول الفاجعة التي هزت قلوبنا وقلوب كل محبي الأردن. لنؤكد وقوف كنيستنا المقدسية إلى جانب هذا البلد الطيب وقيادته وشعبه وأجهزته الأمنية التي لم تتوانى لحظة عن عمليات العون والبحث والإنقاذ. حقيقة هذا الحادث كان حادث مؤلم جدا لأبناء كل الوطن الواحد، ولأنه لما بتألم عضو من الجسد بتألم كل الجسد، وقلبنا بتألم مع أهالي كل الضحايا، ضحايا هاي الحادث المؤلمة اللي، ولكننا كنا رجاء إنه ربنا هو اللي رح يعطيهم القوة والعزاء حتى يتخطوا هذا المصاب اللي هو كتير كبير، والأولاد الأطفال وكل اللي ما ضحوا بأنفسهم في الإنقاذ أو في اللي صابهم هذا الحادث المؤلم، نطلب من ربنا لإلهم الرحمة. وهون نحن منعزي أهاليهم ومنعزي الوطن ومنعزي جلالة ملكنا. وكثير مرات مهم إنه نحن كمان نأخذ العبر من هاي الأحداث حتى نشتغل كل واحد منا حتى إنه ما تتكرر، وهي هي المسؤولية في الإصلاح. الإصلاح ما بيجي من خلال إنه نحكي فلان عليه الحق وفلان عليه الحق، ولكن الإصلاح ببلش من نفسنا، إنه نحن ننتبه لنفسنا، نحن نتحمل مسؤولية كل واحد، كل فرد بداخل المجتمع أو المسؤول مسؤوليته، وهيك منبلش في الإصلاح ابتداء من النفس. ومن ناحيته، أعرب رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وشرق الأردن للروم الملكين الكاثوليك كير جوزيف جبارة عن بالغ حزنه وأساه حينما سمع بعدد الضحايا والمصابين بفعل فيضانات السيول في منطقة البحر الميت وما ألحقته من أذى وضرر بعشرات الأطفال المتنزهين في المنطقة، مناجياً الله العلي القدير أن يرحمهم ويكتب الشفاء للجرحى وأن يحمي الأردن أرضاً وشعباً وملكاً. وصلنا ببالغ الحزن نبأ وفاة مجموعة من الأشخاص في البحر الميت، هذه الكارثة الطبيعية اللي حدثت في البحر الميت من جراء السيول، من جراء الأمطار اللي انهمرت يوم الخميس بعد الظهر. منه سهل إنه الإنسان يفهم ثوران الطبيعة، منه سهل إنه يفهم الشيء الذي حدث. وأيام كتير منحط المسؤولية على بعضنا البعض، منحط المسؤولية على الله بكل ما جرى، ولكن لازم نعرف إنه الله
ما له دخل بهذه الأمور التي جرت بالحوادث الطبيعية اللي حدثت يوم الخميس. على صعيد متصل، شاطرت البطريركية اللاتينية في المملكة الأسرة الأردنية ألمها وحزنها الشديدين في هذه المحنة العصيبة التي أزهقت حياة العديد من المواطنين، جلهم من الأطفال الطلبة الأبرياء ومعلميهم. ودعت البطريركية في بيان لها موقعا من النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران ويليام الشوملي أن يفيض الله واسع نعمه الجزيلة على الضحايا والمصابين، ويمنح أهلهم وذويهم الطمأنينة في مصابهم الأليم. وختمت البطريركية بيانها بالدعاء لأن يجعل الله الأردن آمنا مطمئنا، وأن يعزز الوحدة الوطنية بين أبناء شعبه، ويحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة. نحن نتألم كثيرا في هذه الأيام مع أهالي هؤلاء الأطفال الذين غادرونا بعمر الورود، وبنفس الوقت نطلب من أصحاب القرار بأن يأخذوا الإجراءات الاحترازية لكي لا تتكرر هذه الأمور، فيوجد جهد على مستوى المدارس الخاصة والحكومية، ويوجد أيضا جهد على مستوى وزارة الأشغال العامة لكي تحسن أو تصون الجسور ومعابر المياه، ونطلب من كل المسؤولين أن يجدوا أين الثغرات التي تمت. عزاؤنا للأهالي، عزاؤنا للأردن، وبنفس الوقت نشد بأيدينا على الدفاع المدني وعلى الحكومة الأردنية وعلى دولة رئيس الوزراء وجلالة الملك الذين وقفوا أثناء هذه الحوادث الأليمة بقرب المصابين لكي يسعفوهم وأيضا لكي يعزوا أهلهم. وتضامنا مع أبناء الشعب الأردني الواحد في مصابه الأليم، قرعت كنائس المملكة أجراس الحزن، وأقيمت فيها القداديس علنية شهداء فاجعة البحر الميت، كما أقيمت الصلوات الخاصة في مختلف الكنائس الدينية بمشاركة الآباء الكهنة وأبناء الرعاية من طلبة المدارس التابعة لكنائس المملكة وعوائلهم. ودعا المؤمنون في صلواتهم أن يتغمد الله الشهداء برحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر وعزاء الإيمان، وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل والحياة السعيدة، وأن يحفظ الأردن من كل سوء. ومن جهته تلقى مكتب نورسات الأردن تعازي ومواساة إدارة فضائية نورسات في لبنان بهذا المصاب الجلل، حيث قالت مديرة المكتب الدكتورة باسمة السمعان: نحن كإعلاميين تابعنا الفاجعة بألم شديد منذ وقوعها، ولا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا أولا بهذه النخبة الواعدة من أبناء الوطن، وعزاؤنا الموصول لأهالي الضحايا وذويهم، متمنية للشهداء الرحمة والمصابين الشفاء والعودة إلى مقاعدهم وأعمالهم. نحن منعزي أنفسنا، منعزي وطننا بهدول الأبرياء، منعزي أهليهم، منعزي مدرستهم، منعزي رفقائهم بالصف، الطلاب اللي بيعيشوا عاشوا اللحظة أول بأول وعرفوا عن زملائهم، منعزي أهليهم أبهاتهم أمهاتهم، نعزي معلمينهم ومعلماتهم مديرة مدرستهم بهذا المصاب الكبير اللي مش قليل على الكل. الكل بالأردن يهتز وبكل العالم يهتز، الكل بعت بتعزي الحارة لأنهم أطفال أبرياء. ونحن لما منفكر بهالأطفال كيف كانوا يعيشوا لحظة بلحظة هذا المصاب، وكيف نفسياتهم، كيف كانت آخر لحظات حياتهم، كيف كانت الألم كبير، كلنا أصبنا. نحن عديناهم زي أولادنا، نحن كلنا أهالي وأمهات وأبهات، كلنا قلوبنا معاهم، مع أهليهم، مع شعبنا الأردني اللي راح منه نخبة ممكن كانت بالمستقبل تكون شيء كبير بهالوطن، لكن رجاءنا كبير بربنا يصبر أهليهم، الله يرحمهم ويعطي الصبر لأهليهم، الصبر لمعلمينهم، لمدرستهم، لرفقائهم، للصبر للشعب الأردني كمان، والله يرحمهم. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد.
احتفلت مدينة بيت ساحور في الأراضي الفلسطينية بانطلاقة أول مهرجان تراثي يشتمل على العديد من المنتوجات المحلية والصناعات اليدوية، وقد شارك بحفل افتتاح المهرجان الذي أقيم على مدى 3 أيام بجانب كنيسة بئر السيدة العذراء وسط بيت ساحور عدد كبير من المسؤولين والأهالي والكشافة وضيوف المدينة. تفاصيل أوفى في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة. احتضنت مدينة الرعاة بيت ساحور السوق والمهرجان الأول من نوعه، أطلق عليه اسم سوق وحكاية، حيث ابتدأ الاحتفال بمسيرة استقبال رسمي للوجهاء تقدمتها مجموعة كشافة اللاتين في بيت ساحور، وبحضور الكهنة الأجلاء وعطوفة محافظة بيت لحم السيد كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ جهاد خير وأعضاء المجلس البلدي والمؤسسات والشرطة وأهالي المدينة ووفود أجنبية. بفرح كبير تم قص شريط الافتتاح والسير في شوارع وأزقة البلدة القديمة، ويعتبر هذا السوق الأول من نوعه، واستمر لمدة 3 أيام متتالية. ويحكي حكاية الفرح الكامن في القلب، حيث رسمت المدينة بلوحة كاملة من الجمال وإحياء هذه الأزقة القديمة التراثية التي تتميز بالأصالة. ها هي مدينة الرعاة بيت ساحور التي انطلقت منها رسالة الميلاد في العالم، تعيد الذكريات القديمة لأهاليها بفاعليتها الرائعة من حيث عرض المنتجات المختلفة من أشخاص لديهم القدرات، فكل زاوية احتضنت منتوج مختلف. هذا وقد تم ترميم وإعادة تأهيل هذه الأزقة بالتعاون مع بلدية بيت ساحور مع مختلف المؤسسات والجمعيات والمدارس لكي تبعث برائحة التراث القديم من مدينة السلام مدينة الرعوات. ابتدأ الاحتفال بالسلام الوطني الفلسطيني، ثم كلمة لرئيس بلدية المدينة الأستاذ جهاد خير الذي شكر كل القائمين على هذا المشروع الأكثر من رائع لكي تبقى مدينة الرعاة مدينة حضارية، كما وشكر عطوفة المحافظ في كلمته القائمين على هذه الفكرة، وخص الشكر بالمرأة الفلسطينية عامة والساحورية خاصة على ما تقوم به من إنجازات، كما ونقل تحيات السيد الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين. وفي كلمة من عريف الحفل عيسى رشماوي الذي شكر الفنان طارق سلسع والسيدة نتالي الطويل على المجهود الرائع، وبعدها تم إضاءة شعلة الانطلاق وبدء الاحتفال الذي استمر لمدة 3 أيام متتالية في هذا المكان الذي يلاصق كنيسة بئر السيدة العذراء وسط المدينة. وفكرة شعلة التذكار هي فكرة أن ننير هذه الشعلة لتكون رسالة سلام ومحبة إلى كل العالم من مدينة بيت ساحور، مدينة حقل الرعاة، مدينة البشارة اللي بشر فيها الملاك بولادة سيدنا المسيح له المجد. طبعا أنا زي ما الكل شاف على المسرح بإني تأثرت أثناء كلمتي ورجفت الدمعة بعيني لسبب واحد فقط، هو ليس ضعف وإنما قوة، قوة بثقة غالية بإني أوثق وأحترم أبناء مدينة بيت ساحور بشبابها وشاباتها ورجالها ونسائها ومسنينها وأطفالها ومؤسساتها اللي وضعوا إيديهم بإيدين بعض بدون أي مقابل بعمل تطوعي، وموظفي البلدية وعمال البلدية والمدارس وكل المؤسسات كانت تعمل برجل واحد وبيد واحدة من أجل مدينة بيت ساحور ومن أجل فلسطين، فكل الاحترام والتقدير للجميع. وأنا فعلا بس بقول كلمة واحدة، إني بفتخر في مدينة بيت ساحور، بفتخر في فلسطين، وبفتخر بإني رئيس بلدية لهيك ناس محترمين. فهذه بيت ساحور أرض الرعاة، أرض المحبة، أرض المجد لله في العالي وأرض السناس المسرب.
نحتفل بمدينة بيت سحور بهذا الاحتفال البهيج، بهذا الاحتفال نفتخر فيه حكاية بيت سحور التي نعتبر فيها بكل محبة هذه الأرض المقدسة، أرض البشارة. هذه الاحتفال العظيم الذي يحتفل فيه المسلمين والمسيحيين مع بعض البعض، لأن هذه هي أرض البشارة، أرض المحبة. ولذلك نحن نقف اليوم لتشجيع لهذا الاحتفال، نقف اليوم لكي نبارك هذا الاحتفال، نقف اليوم لكي نعتز بهذا الاحتفال العظيم في مدينة بيت سحور. نحن نود أن نقول بأنه اليوم نتكلم عن الوجود المسيحي الفلسطيني، إن الوجود المسيحي الفلسطيني الذي يصمد على أرضه عندما يكون خلاقاً في زرع الأمل والرجاء في أهل شعبنا على أن يصمدوا على هذا الأرض وأن يبقوا حاملين شهادة المسيح. لهذا السبب كل ما كنا مبدعين وخلاقين في زرع الأمل في نفوس شعبنا وبنوع خاص في هذه البلاد التي نطورها مثل بيت سحور في منطقة بيت لحم، إنما هي قوة لصمودنا على هذه الأرض. نصمد كشجرة الزيتون التي دائما تبقى خضراء فوق ربوع أرضها. مهرجان سوق حكاية بهدف لتشجيع السياحة لمدينة بيت سحور وإضافة المدينة على خارطة السياحة الفلسطينية لأهميتها التاريخية والدينية. زي ما انتم شايفين هون على بير السيدة العذراء، ويعتبر هو أهم المواقع التراثية والسياحية في المدينة. بهدف المهرجان لتعريف هذه المواقع وهوية المدينة للمجتمع المحلي وزيادة عدد الزوار الأجانب لهذه المدينة، خاصة خلال فترة عيد الميلاد، وإحنا هنا بصدد التحضير لأعياد الميلاد المجيدة. ومهمنا كثير كبلدية يكون في عنا إحياء للموروث التراثي والثقافي اللي هو البلدة القديمة في بيت سحور. إحنا موجودين هلا في سوق حكاية وشعلة تذكار. الفكرة منها إرسال رسالة سلام ومحبة وثقافة وإبداع إلى العالم، ومثلناها بالشعلة، شعلة تذكار اللي هي بداية بالرعاة، لأنه مدينة بيت سحور مدينة الرعاة، وبعد ذلك انتقلت البشارة إلى العالم كله. ومنأمل من سوق حكاية وشعلة تذكار إن نقدر نبعث للعالم كله شعلة أو رسالة محبة وسلام وثقافة وإبداع من الشباب الفلسطيني إلى العالم كله. شكراً. هلا الفكرة كانت إحنا متواجدين في البلدة القديمة في الموقع هذا اللي هو اسمه فنجان وكتاب، اللي قديما اسمه دار ذكرت، وهو مبنى عمره أكثر 120 سنة تابع لبلدية بيت صحور، تم شراؤه وترميمه على نفقة أعضاء المجلس البلدي قبل سنوات، وبتستلمه بالعهدة البلديات متوالية. فإحنا حصلنا على هذا المبنى مجانا، هي مشروع بتعاون بين جمعية وساطة والمجموعة النادي الأرثوذكس العربي أفرادهم وقيادة. عمالنا بنشتغل على إعطاء فكرة روح التطوع في إعادتها في المدينة. فمن هون من البلدة القديمة صرنا نحب نشوف كثير مواهب جديدة، مواهب شابة، مواهب غريبة إحنا ما كنا سمعنا عنها. أنا حاليا موجودة في البلدة القديمة، عاملين على إحيائها من خلال مهرجان سوق حكاية. كمان أنا بشجع كمواطنة سحورية فلسطينية على السياحة في مدينتي، مدينة بيت سحور، المدينة المقدسة. فبتمنى كل التوفيق لأهالي مدينة بيت سحور اللي اشتغلوا على هذا المهرجان، اللي حاولوا برضو إنه يشجعوا هاي السياحة ويحيوا المناطق القديمة في هاي البلدة. طبعاً هذا السوق وبعنوان سوق حكاية هو سوق يلخص الحكاية الفلسطينية، وخاصة حكاية مدينة بيت سحور منذ بدء يعني وصول أول عائلة للمدينة حتى هذا اليوم. ويعني هدف هذا المهرجان وهذا السوق الحدث في بيت سحور لأن يكون وجهة جديدة للسياحة إلى فلسطين وإلى هذه المدينة.
السياحة موجودة طبعا في مدينة بيت لحم في محافظة بيت لحم بشكل عام، ولكن تفتقر إلى هذه الأحداث اللانوعية والجديدة من نوعها في مدننا. نحاول أن نكون أكثر إبداع في جذب السياح الأجانب، وأيضا نتكلم عن السياحة الداخلية. فنانة تشكيلية برسم في الحارات القديمة في بيت سحور، مشاركة في مهرجان سوق وحكاية، وإن شاء الله بيعجبكم الرسم. حبيت أعمل إلي زي خيمة ربطتها بالرعاة قديما، كيف لما إجوا على بيت سحور، فحبيت إنه يكون الموضوع إشي له علاقة بالدين والتراث مع بعض، ربطهم مع بعض، فالناس في إقبال، نشكر الله كتير كتير حلو. انتهى الاحتفال بأغاني من فنانين المدينة ودبكات شعبية نالت إعجاب الحاضرين الذين ارتسمت الفرحة في قلوبهم. للنورسات مارلين الحدوة من مدينة الرعاة بيت سحور. بدعوة من رعية قلب يسوع الأقدس لاع العلي بعمان، نظمت مجموعة العائلة المقدسة أم النور يوم الثلاثاء الماضي أمسية تضامنية مع مرضى السرطان تحت عنوان الاهتمام بالجسد واجب مقدس. اشتملت الأمسية التي أقيمت في قاعة كرم مسيح الرعوية في كنيسة تلاع العلي قلب يسوع الأقدس على محاضرة قيمة للتوعية بمرض سرطان الثدي والكشف المبكر بهذا المرض. ألقى الدكتور مروان العكشي مستشار أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع، دعا فيها جميع النساء بضرورة التوجه إلى الجهات المختصة والمعتمدة لإجراء الفحوصات الذاتية والسريرية والإشعاعية للوقاية من هذا المرض، منوهاً إلى أهمية خروج المجتمع والمرأة بالذات من الهواجس المرتبطة بثقافة العيب. وعقب إلقاء المحاضرة التي شهدها عدد من المهتمين من الجنسين، أقيم قداس إلهي عن نية مرضى السرطان، تلا ذلك ساعة سجود. لفت من الكنيسة لحتى نعبر عن تضامننا ومحبتنا لهالمرضى، منصلي لهم لحتى رب يرفع صليب الألم عنهم ويعطيهم الشفاء التام. أكيد بجوز مرض السرطان بمس اليوم شريحة لا بأس بها من المواطنين من الناس، ولكن أكيد هذا المرض بحاجة إلى أولا إيمان قوي، معنويات قوية، وأيضا متابعة العلاج. الرب قادر على كل شيء، وأيضا الطب يتقدم في هذا العلاج لهذا المرض. اليوم تحياتنا لجميع المرضى، نتضامن معهم، نصلي من أجلهم، ومنقدم كل الإكرام وأيضا التقدير لهؤلاء المرضى. شهر تشرين الأول هو شهر توعية في سرطان الثدي، وزي ما بنعرف هو الرقم واحد بين الإناث في المملكة، ومشكلة تواجهها عدد كبير من السيدات. وبإذن الله إن شاء الله بنسلط الأضواء على النقاط اللي يتوجب الست حماية نفسها من هذا المرض والوقاية منه، والاطلاع على أحدث طرق العلاج، وبإذن الله تكون فائدة عامة على الجميع. ضمن حلقات كنيستي التي نقدمها لكم عبر شاشتنا، توجهت نورسات هذا الأسبوع إلى جنوب المملكة وزارت كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود التابعة لمحافظة الكرك، حيث بنيت هذه الكنيسة كبيت ضيافة لأهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين عام 1905. التقرير التالي يسلط الضوء على الكنيسة والمنطقة، فإلى هناك. محافظة الكرك في جنوب الأردن تزخر بالعراقة والأصالة وتاريخها البهي، تحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي تخدم أبناء المنطقة فيها. نصل لكم اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لقرية حمود
التابعة للمحافظة والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومترا، لنسلط الضوء على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. تعتبر من الكنائس الأثرية المميزة والتي بنيت مباشرة بعد العهد العثماني عام 1905. تبلغ مساحتها ما يقارب 17 مترا مربعا، تحوي على جرن قديم للمعمودية مصنوع من النحاس، بالإضافة لأيقونات مميزة وبهية تعود لعام 1998. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق. ومع مرور السنوات على تلك الكنيسة الصغيرة، أحب أهالي منطقة حمود أن يبنوا كنيسة أكبر لتتسع للمصلين ولتخدم احتياجات أبناء الرعية. وفي عام 1985 بنيت الكنيسة بسواعد أبناء البلدة في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيودوروس الأول. يبلغ طولها ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا بارتفاع 5 أمتار، مميزة بالأيقونوستاس المصنوع من خشب البلوط، ويحمل أيقونات نادرة وأثرية. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. حدثنا قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي عن الكنيسة وتاريخها وخدمتها لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المنطقة فقال: إحنا هلا في بلدة حمود في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. هي كنيسة أثرية انبنت في عام 1905 على شكل مضافة نتيجة الحكم العثماني في هذه الفترة. هاي الكنيسة بناها أهل البلدة حمود التابعين للكنيسة نتيجة الاضطهاد اللي كانوا يعانوا منه من الحكم العثماني، بنوا الكنيسة على شكل مضافة، وهذا منلاحظه عن طريق بناء الباب الرئيسي موجود فيها على من الجهة الشمالية. الكنيسة بتحوي أيقونات قديمة كثير، وفيها جرن معمودية، بالإضافة في عنا كمان غير هاي الكنيسة في عنا كنيسة جديدة انبنت في عام 1985. أرض الكنيسة تبرعوا فيها أهل بلدة حمود نفسهم نتيجة شعورهم بمحبة الكنيسة ومحبة الله، ولازم يمارسوا أسرارهم وطقوسهم الدينية كما يجب. خدم في هاي الكنيسة من أبناء بلدة حمود من بعض الكهنة أبونا سلامة وأبونا سلمان الشرايحة وأبونا خليل وأبونا سابا الظواهر، وكمان في عنا أبونا عيسى عجيلات خدموا في هاي الكنيسة، والآن أنا بقوم في خدمة أبناء الرعية في هاي البلدة. ببلغ عدد أبناء الرعية في بلدة حمود 38 عائلة أرثوذكسية موجودين في بلدة حمود. في تعاليمك المضيء أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يا يسوع الرقيق. بالإضافة للقداس الإلهي في عنا الاحتفالات، عيد في الأعياد القديس جورجيوس، أعياد اللي إحنا بنقوم في عيد الفصح، عيد أحد الشعلين، هذا دائما موجود في الكنيسة.
في عنا الكنيسة القديمة موجود فيها الأواني القديمة اللي كانوا يخدموا فيها الأباء القديما، وفي عنا الأواني الموجودة فيها الكنيسة طبعا شروها أبناء الكنيسة من اليونان، وبيبعثوا دائما أيقونات، بيبعثوا بخور، بيبعثوا أواني مقدسة لكنيسة بلدتهم. جمال بيتك يا رب فيه راحة لكل من التجأ إليه، وفيه سكينة لكل من حط بأقدامه أرضها المباركة. فاحفظ يا رب بيعتك من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكنائس الأردنية تصلي على راحة نفوس ضحايا السيول والفيضانات. بيت سحور بفلسطين تحتفل بانطلاق أول مهرجان تراثي سوقا وحكاية. كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس ببلدة حمود ضمن سلسلة كنيستي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.